رجعنا لكم مشاهدينا. افتتاح مميز قبل فترة كان للمرحلة الثانية لحديقة شهيد أقيم بحضور سمو الأمير حفظ الله الشيخ صباح العمد الجابر الصباح، وأيضا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه. وتعد المرحلة الثانية المكملة لهذا الصرح الحضاري المميز لفتة جميلة، لفتة ناجحة إن صح التعبير. الحديث أكثر حول هذا المشروع حديقة الشهيد بقسميه الأول والثاني، دعوني أرحب بضيفتي من داخل الاستديو المهندسة هيفاء لمهنة مراقبة مشروع حديقة الشهيد، حياك الله. مهندسة، بداية لو بسأل وأول سؤال ينطرح، هل كان الفيسز 2 لحديقة الشهيد من ضمن المشروع بالبداية ولا هي فكرة جديدة؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني هو بداية المشروع كانت فكرته أصلا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد بعمل نصب لشهداء الكويت الأبرار. تمام. فلما احنا اخترنا موقع حديقة الشهيد لعمل هذا النصب، من خلال الموقع هو أصلا يلزمك أنك تكمل المراحل الثانية، لأن المشروع فيه له تاريخ. موقع الحزام الأخضر يفصل المنطقة السكنية عن المنطقة الصناعية، وهو كان معمول من زمان كمخطط بالأربن ديزاين مال مدينة الكويت. تمام. ومحطوط أن الحزام الأخضر يمتد من قصر دسمان إلى دوار الشيراتون بمراحل المختلفة، واللي يفصل المراحل أنفاق، وبالفعل تمت هذه الأنفاق عملها أثناء تنفيذ الخطوط السريعة بدولة الكويت. تمام. فالحين عندنا وجهتين بالضبط. فلما احنا فكرنا أن نسوي المرحلة الأولى أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، يعني صار لأنها حزام الأخضر مترابط ببعضها، قلنا أن ليش لا أن نكمل المرحلة الثانية. تمام. في مرحلة ثالثة قادمة إن شاء الله، يعني في بصراحة في تفكير أنه بيعمل المرحلة الثالثة، لأن إذا تكلمنا من دسمان للشيراتون نحتاج ثالثة بعد. يعني هي أساس الحديقة هي من دسمان مفروض للشيراتون، بس المرحلة الأولى هي كانت حديقة قائمة وسموها بعد الغزو حديقة الشهداء الشهيد حديقة كانت الشهيد. السوري إذا ماني غلطان، هي كانت حديقة الحزام الأخضر. الحزام الأخضر وتم تسميتها حديقة الشهيد أسوة بشهداء الكويت الأبرار بعد الغزو. تمام. الوجهة الثانية أو الفيسز 2 مالت حديقة الشهيد، شو اللي يميزها عن الأول؟ يعني أنا بنظري، أنا دائما أقول لهم الحديقة الأولى بالنسبة لي هي كانت حديقة ثقافية يعني educational، حتى وايد في كان إنه ليش ما فيها ألعاب، ليش ما فيها هذا، لأنه كان ودنا نحط تصور حديقة ثقافية لأن إن تكون مستوى شهداء الكويت الأبرار، فعشان كذي تم عمل المتاحف وما إلى ذلك. المرحلة الثانية أنا أعتقد إنها تكملة للمرحلة الأولى، كتكملة كحديقة، يعني مينلي هي حديقة، ولازم يعني أنوهنا أن المرحلة الثانية هي نصف مساحة المرحلة الأولى. هي المرحلة الأولى 200,000 متر مربع، 220,000 متر مربع، المرحلة الثانية 110,000 متر مربع، فإحنا حاولنا نكمل مسيرتنا بالمرافق اللي عملناها بالمرحلة الثانية اللي إن شاء الله. تمام. هذا الافتتاح كان، إذا تشوفينا معنا مهندسة، هذا الافتتاح بحضور سمو الأمير وأيضا سمو ولي العهد، شلون كان الانطباع؟ طبعا شرفنا حضور حضرة صاحب السمو، يعني فرحنا بوجوده معانا في انطلاقتنا هذه اللي هي شهيد اثنين، لأن مرحلة الثانية يعني كان لها طابع ثاني. أولا صعوبة المرحلة أنها كانت أرض فضاء ما فيها ولا شيء، كانت يعني تعتبر كأنها صحراء ما فيها لا خدمات ولا زرع. المرحلة الأولى كانت أسهل أن فيها أشجار شوي قائمة ساعدتنا بالتصميم، فالمرحلة الثانية كانت من السكراتش بلشنا فيها من الصفر، فعشان كذي وايد اهتمينا بانتقاء الزراعات التجميلية بحيث تواكب مستوى المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى يعني الكل بعد ما شاف المرحلة الأولى الكل كان يعني ناطر شنو هي المرحلة الثانية، فما لازم يعني لازم نكررها مرة ثانية بالضبط نفسها. يعني لازم نكون على نفس المستوى. في شيء كنتم مصرين على أنه يكون موجود في المرحلة الثانية؟ طبعا المرحلة الثانية فكرتها كانت أساسها عمل المينيتشر اللي هي مجسمات الكويت القديمة والحديثة، حلو، بحيث أن الزائر لما يدخل الحديقة يكون عنده شيء غير مختلف. طبعا احنا دائما نواكب الحدائق العالمية اللي قاعد تصير في دول العالم، ومن خلال زياراتنا عرفنا أن شنو
ممكن يرفع من مستوى الحدائق. لهذا السبب يعني كان في زيارات إن شلون ننتقي للزراعات التجميلية، بالإضافة إلى الديزاين نفس المستشار حاول يحط الديزاين ويربطه مع بعض من خلال فكرة كويت الحاضر والماضي، بحيث إن الزائر لما يدخل المكان هذا يعني كنا بحياء الكويت القديمة. حلو. يعني عرف يعني حاولنا نختار المباني المشهورة مثل قصر الحمراء، قصر السيف، المستشفى الأمريكاني، كلها راح تشوفها مجسمات صغيرة راح تعيش إنك كنك بالكويت القديمة. ومن خلال الكويت القديمة ندخل الكويت الحديثة، تم انتقاء أيضا واختيار بعض المباني نقول الكويت الحديثة، ومن خلال عرض يتم بالليل ثرو بروجكترات يعني على المباني نفسها، يصير الزائر ياخذ فكره انه شلون المباني انبنت، متى انبنت، ايش كثر طول. فهذا طبعا يكون العرض مسائي. ايش كثر طول؟ هذا بسألها، ايش كثر خذ منكم وقت المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه كان عندي تحدي انا بالنسبه لي بصراحه كمديرة المشروع، أن مدة المشروع كانت 14 شهر وكانت صعوبة المشروع أن في عندك زراعات فلازم تلحق على المواسم، بس الحمد لله وبعون الله قدرنا نخلص المشروع بمدة قياسية اللي هي 10 أشهر. هذه يمكن الصور اللي قاعد نشوفها هذه قبل إنشاء المرحلة الثانية في فترات التخطيط إلى الآن أثناء، أثناء يعني بدينا نشوف شغل الحين، كانت أرض فاضية صح، وخذ منكم تقريبا سنة وشهرين. هو لا، هو المدة الأساسية 14 شهر يعني سنة وشهرين، بس احنا نفذناه بعشر شهور ما شاء الله، مو بالمدة لا قبل المدة يعني أنا أتوقع، ما أدري، ما بيقول يمكن أول مشروع بالكويت يخلص قبل الوقت، من المشاريع اللي خلصت قبل الوقت بالكويت. أيضا بسأل اعتمادكم على السواعد الكويتية، في شباب كويتيين قاعد يشتغلون معاكم بهالمشروع تحديدا مثل ما اشتغلوا معاكم في المشروع الأول، شلون كانت السواعد الكويتية فعلا؟ احنا طبعا وايد حريصين أن تظل الحديقة على مستواها، لهذا السبب عندنا رئيس الشؤون المالية والإدارية سيد عبدالعزيز إسحاق كان حريص جدا أن تكون الحديقة فيها إدارة من الشباب الكويتيين، أن يديرون الحديقة بعد تسليمها، لأن يعني من خبرتنا لما تمر بالحدائق العامة وكذي نفتقر هذه الأشياء. ثقافة الكويتيين يمكن أنا ما أبي أقول يعني أنها تحتاج تطوير بهالمجال، لهذا السبب أنه كان يعني كان لازم علينا نحط إدارة شوي تثقف منها الأجيال المقبلة إن شلون التعامل مع هذه النباتات، وخصوصا إن شلون التعامل مع المرفق نفسه. وهم نشجع الشباب، ليش لا تكون تكون بداياتهم بالمستوى الوظيفي بالحديقة، ومنها يرتقون إن شاء الله إلى أماكن ثانية. شو تشوف الاهتمام الشباب الكويتي بهالموضوع تحديدا؟ ممكن يهتمون بحدائق وتنظيمها؟ والله أمانة على اللي احنا قاعد نشوفه وقاعد نطوره بالحديقة انه ما شاء الله يعني قدها وقدود الشباب الكويتي، ومن خلال أيضا الإدارة قاعد نسوي فعاليات على مدار العام، يعني خلال السنتين الماضيين سوينا 1000 فعالية من خلال نفس الإدارة الشبابية، وما شاء الله إن شاء الله راح نكمل على نفس المسيرة بالشهيد اثنين، وإن شاء الله أنكم قادرين. شيء مشرف اللي قاعد تقدمونه، الإبداع بالمرحلة الأولى كان رائع، الإقبال الخليجي كل الزائرين كانت يمكن من وجهاتهم السياحية حديقة الشهيد. صح. الحين مع مرحلة الثانية قولي لي شنو؟ إي لأن عندنا مو بس إقبال خليجي صراحة، على مستوى عالمي على مستوى الدبلوماسيين عندنا زوار على مدار الشهر يعني يفوق عددهم يعني الآلاف، إن قاعد يزورونا سواء المتاحف، بالإضافة إلى إن إحنا المرحلة الثانية حطينا فيها بحيرة تمتد من بداية الحديقة لنهايتها، وبالبحيرة حطينا أهم الأفكار اللي تشوفها بكل دول العالم. صح. مثل النافورة الراقصة، مثل مسمينها إحنا نافورة الضباب اللي فيها الفوق سيستم. فيعني من خلال زيارتك إن شاء الله للحديقة تشوف هذه الأشياء، وأيضا أن استعملنا الأشجار وانتقيناها بطريقة معينة أن تكون كبيرة وجاهزة، لأن مثل ما قلت لك كانت أرض فضاء، فيعني زرعنا تقريبا فوق 1500 شجرة بين نخيل وأنواع ثانية، وإن شاء الله تحوز على إعجاب في الجميع. في شيء من النباتات في شيء موجود المرحلة الثانية مو موجود المرحلة الأولى؟
في وايد لمحبين النباتات. في وايد نباتات، في وايد أشجار لمحبين الأشجار. عندنا يعني يمكن استعملنا شجرة الترميناليا اللي عارفها، والزيزفس وكلها بأحجام كبيرة. يبنى هم الأشجار العملاقة الزيتون، احنا استعملنا واحدة في شهيد ون وشفنا وايد يعني الحمد لله نجحت بالكويت، ردينا يبنى منها 6 في حديقة الشهيد المرحلة الثانية. ونفس الشيء فيها طبعا ممر لهواة المشي وممر للزوار. أمس أصلا بلشنا أول فعالية، كان عندنا فعالية بالحديقة هم بمشاركة شباب كويتيين يرسمون ويعزفون على آلات موسيقية، فاللي كان أمس حاضر يعني شاف هذه الفعالية، وإن شاء الله نكمل مسيرتنا يا رب. بالحديث عن الفعاليات، كل مشروع لابد أنه يتجدد، مثل هذه الفعاليات تجدد الزوار. لما أنا أي وأشوف وأعجب في هذه الحديقة، شو اللي يخليني أي مرة ثانية؟ من خلال الفعاليات. بالضبط، احنا عندنا ويب سايت خاص للحديقة، يدخل الزائر يشوف شنو أكو على مستوى ثقافي، على مستوى أطفال، على مستوى ترفيهي، غنائي، موسيقي. يعني عندنا، لأن عندنا احنا المسرح القائم اللي هو في بوابة الشعب، احنا صممناها بحيث تكون مسرح قائم يدور فيها الفعاليات، بالإضافة إلى قاعة متعددة الأغراض اللي قاعد تنوخذ من كل الجهات الحكومية والغير حكومية لعمل فعالياتهم. لهذا السبب في حديقة الشهيد 2 سوينا قاعة متعددة الأغراض بس بسعة أكبر، هذه كانت ل 300 شخص، هذه تقريبا 500، وأنا متأكدة من خلال يعني هذه القاعة ممكن ننطلق بفعاليات أخرى، وفي فعاليات الحين قاعد نشتغل عليها ان شاء الله راح نبلش فيها. ربي يوفقكم. الاطفال يمكن سمعتوا تعليقات تنقال بين فتره واخرى، الاطفال هم اكثر الناس محرومين في هذه الحديقه، ما في اماكن لهم. فكرتوا فيهم؟ شوف، هذا اقول لك، احنا توجهنا لقدام، يعني قلت لك المرحله الاولى ثقافيه، هذه اقدر اسميها حديقه شبابيه، ان شاء الله المرحله الثالثه هي راح يكون فيها التركيز على الاطفال بشكل او شكل. شو اللي ينقصهم الاطفال في هالحديقه؟ يعني هو حديقه عاده يرتبط اسمها بالاطفال، يجون يستانسون فيها، شو اللي ينقصهم فيها؟ احنا يمكن ثقافتنا، قاعد اقول لك ان يعني ككويتيين يعني مرتبطين ان حديقه لازم يكون في العاب. أي. بس ترى يعني صار في تفكير اخر وصار في توجه اخر حتى للاهالي للاطفال، قاموا يجونا يزورونا المتاحف، يعني صاروا الاطفال توجههم ثاني بحديقتنا. يعني قاموا يجون يمشون مع اهاليهم، يقعدون بالقهاوي، يدخلون المتاحف، لان خصوصا متحف النباتات البريه والطيور الكويتيه حتى حق الفئه العمريه الصغيره، فبالعكس يعني قاعد تشجعهم على طابع ثاني احنا مو متعودين عليه، وان شاء الله نراضيهم بشهيد 3. يا رب انتم قادرين ان شاء الله. باخذ موضوع سريع، في قانون واضح وصريح في كل منطقه بالكويت لابد ان يكون فيها حديقه عامه، لكن اغلبها مهجوره او ما تليق الى ان تقارن في حديقه الشهيد. ممكن نشوف الانطباع والنجاح اللي حصل في حديقه الشهيد في حدائق عامه داخل مناطق دوله؟ بالعكس، انا دائما اقول بكل لقاء، انا امنيه حياتي ان تكون جميع الحدائق العامه بمستوى حديقه الشهيد وافضل، مو بس على مستوى الحدائق العامه، حتى الشوارع الرئيسيه، الدوائر، الدائري الاول، الثاني، الثالث، هي بس مجرد ان العوامل تساعدك، اللي هي عامل الصيانه والتربه والري، اذا عندك هالثلاث اشياء بالاضافه الى المراقبه. انا بالنسبه لي يعني المراقبه هي اهم شيء. اكثر شيء كان يتعبكم بهالاجزاء الثلاث هذه؟ طبعا، خصوصا الحين، يعني الحين حتى داش على موسم صيف، التحدي انك تعدي موسم الصيف وانت توك زارع زرع جديد. وكانت اصلا صعوبه هذا المشروع انه بس كان عندنا موسم زراعي واحد للزراعه، والحين التحدي الثاني انه شلون نعدي مرحله الصيف بدون ما نخسر اي نبته مزروعه. هذا تحدي صعب، عندنا درجه حراره تكون عاليه جدا. صح. رسالتك لكل من يشاهد من الان لمحبين حديقه شهيد ورواتها، شو تقول لهم؟ والله أقول لهم حياكم الله بحديقتنا، وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم على مستوى الشهيد ون. وأحب من خلال اللقاء أشكر جميع العاملين وفريق العمل اللي كان معاي، من مقاول لمستشار، ورئيسنا رئيس الشؤون المالية والإدارية والوكيل المساعد، على حرصهم الدائم على ودعمهم لنا من خلال تنفيذ المشروع. أساكم شاكرة لكم على. أنا ما بيختم اللقاء للحين، عندي أسئلة، بدي أسكر ملف حديقة شهيد وبفتح وياك ملف هيفان مهنا المهندسة والمختصة في حدائقنا. الآن في كل بيت تقريبا أو أغلب بيوت الكويت البعض يمكن يهتم أنه يحط له حديقة.
داخل علينا موسم الصيف، شنو تنصحين؟ شو تقولين اني تستمر على الاقل حديقتي بنظارتها في هالموسم هذا؟ طبعا موسم الصيف اهم شيء فيه الري. الري لازم يكون 3 مرات باليوم، إضافة إلى في نباتات معينة تحتاج تغطية، والتغطية لازم تكون عن بعد 40 سنتي. يعني في وايد خطأ شائع يسوون الناس إن تكون قريبة من الزرعة، فبدال ما تهويها أنت قاعد تقمتها وقاعد تزيد حرارتها. فياريت، أنا قاعد أشوف هذا خطأ شائع على مستوى، مو بس على مستوى البيوت، على حتى مستوى المناطق العامة. لازم الروكلين، هذه مادة الروكلين اللي هي تتغطى، تكون أقل شيء على بعد 40 إلى 50 سنتي من النبتة عشان تاخذ حاصلها وتحافظ عليها. 40 إلى 50 سنتي، 40 إلى 50 سنتي ما تكون ملاصقة للنبتة. واللي قاعد يفكر الحين يبني بيته ويسوي حديقة، يسويها بالصيف ولا ينطر لشتى؟ لا طبعا، الحين كلش مو موسم زراعة، بس الحين موسم التهيئة للزراعة، لأن احنا موسمنا الزراعي القادم راح يكون في آخر سبتمبر بداية أكتوبر. بس من خلال الحين يقدر يسوي الهارد لاندسكيب اللي هو المباني، الأشياء، التبليط، الأشياء هذه، بالإضافة إلى أنه يشتغل بالتربة الزراعية والري، وطبعا الأعمال الكهربائية إذا في إضاءات بالحديقة. فبالعكس خوش وقت يبلشون فيه، بس أي زرعة ما تنزرع قبل ما تنزل ذات الحرارة اللي هو تقريبا آخر سبتمبر أول أكتوبر. تمام. في أنواع نباتات تنصحين فيها لمحبين النباتات، اللي ينتقي نوع من النباتات، شفتي نوع معين ينصح حقنا بالكويت وبجونا وما هو موجود بكثرة؟ والله شوف، يعني ترى في وايد نباتات تعيش بالكويت وما شاء الله مشاتلنا عامرة، بس ياريت يصير في تنويع وما يصير في تقليد. يعني أنا دائما أقول هذه الجملة، إن إحنا دائما نقلد بعض، فتلاقي مثلا شوارعنا مليانة من نبتة الكينوكاربس. أنا أبدا مو ضد نبتة الكينوكاربس، بس ممكن تستعملها بالسياج، تستعملها بأماكن معينة. بس في وايد نباتات حلوة، في أنا أنصح وايد بالدفلة، لأن جتهم فترة منعوها. الدفلة، الدفلة ممتازة للكويت، ويعني ما فيها أي شيء، وهي تورد 6 شهور بالسنة. بالإضافة إلى شجرة البوهينيا مثلا، شجرة البوهينيا هم تورد 6 شهور بالسنة، وفي وايد أنواع، وأنا ما عندي مشكلة أساعد أي أحد. ساعة قوة وبانك حصرين أمانة. كل الشكر لك المهندسة هيفاء المهنة، مراقب مشروع حديقة شهيد ومديرة ومصممتها أيضا. كل الشكر لك، شكرا على تلبية دعوة وحضورك معنا في الاستديو اليوم. إذا كانت حديقة الشهيد حلم قابل للتطبيق وأصبح في وجهته الأولى شهيد واحد، يعني انصح التعبير مكان ووجهه لاي سائح لدوله الكويت، سيده على طول حديقه شهيد. الان اصبح عندنا شهيد 2، وان شاء الله مثل ما قالت مهندسه هيفاء في شهيد 3 قادم. ابداع الكويتيين سيستمر بعد الفاصل. الشيخ الشيوخ وبعض الأفعال، تعيش يا شيخ.